لنساهم معاً لمحو الأمية في زمن الحرية، إنه الشعار الذي أطلقه ناشطون بحي الزيتونات في مدينة حلب على دورة لمحو الأمية في محاولة لزرع العلم والمعرفة بين أوساط النساء اللاتي لم تتسنى لهن الفرصة بالتعلم. 42 طالبة يخضعن لهذه الدورة التي تستمر لثلاثة أشهر بهدف تمكين النساء من إتقان مبادئ القراءة والكتابة، بالإضافة لبرنامج الأنشطة الدعوية والأشغال اليدوية. بالنسبة لدورة محو الأمية، طبعا الأخوات بيحضروا دروس، هي دروس في تعلم القراءة الصحيحة أو السليمة، إضافة إلى دروس دعوية، دروس في الإرشاد في التربية. وفي عنا أخوات مثلا ممكن في عندهم أعمال يدوية في شغل بالصوف أو رسم مثلا على البلور، وممكن إبداعات أو ابتكارات لبعض الأخوات. أم محمد إحدى الطالبات تؤكد تحقيق فائدة كبيرة من هذه الدورة، والتي استطاعت من خلالها إتقان المبادئ الأولية في اللغة العربية، مما ساعدها على إتقان قراءة القرآن الكريم. تعلمنا الأحرف، تعلمنا التشكيل، وتعلمنا الحمد لله القراية، وعلمونا القرآن جزء عمه. صرنا ندرس ونشكل وبنقرأ، والحمد لله استفادينا كتير كتير. ما كنا، أنا خاصة ما كنت بعرف فك الحرف ولا بعرف شيء. تطور ملحوظ في هذا الحي على صعيد محو الأمية للنساء بعد التجربة الجديدة والنجاح المبدئي في تطبيقها، والذي يشجع ربما على تعميم التجربة أكثر لتكون شاملة في عدد من الأحياء. باسل أبو حمزة، حلب اليوم.